في تمن كمبار في اوضه، عيال ومرأة وراجل، كله ولا ميه ولا مجاري ولا كلام، ما بيعيش هنا الا المجرم. عايزين نتطور. فاكر يا حاج مصطفى كان ايه زمان؟ زمان غير الوقت. كان زمان جبل. عشوائي. وكان في ايه؟ دلوقتي بقت عماير وشوارع، كان الاول كوم تراب وزباله والقوض لازقه في جنب القوض. دلوقتي حاجه كويسه والشقق مفروشه. انت كاتبه حاجات حلوه. لا مش مجامله والله. بصي مظبط لنا المكان، بقى مكان جميل. بقى مكان جميل. بصي وبنعرف نلعب براحتنا وكل حاجه. العب يا حسن. الحته دي كانت تراب بالظبط. شوف لما مسك السيسي رئيس جمهوريه عمل ايه في الحته دي، خلاها ايه؟ بتحلف بحياتها الناس. العماير دي اول طراز معماري يتعمل في جمهوريه مصر العربيه على يد السيسي، ده كانت عشوائيات، ما كانش ليها اي عازل. الحته دي المنطقه دي كانت العقارب تتبع على ايدي وانا ماشي، العقارب كانت تتبع على ايدي وانا ماشي. شوف دلوقتي خلاها دنيا تاني. كان معلش كان جبل وكان يعني لا هو يشكر بصراحه السيسي كان بيحبه. كان الاهلي خمس ادوار، الشرف سنتين، ده المفروض الشرف 10 سنين. معجزه صراحه، معجزه والله. لا دلوقتي حاجه نظيفه، دلوقتي في صرف وفي مجال وفي انوار، في انوار في تكاتف، المكان متوفر فيه كل شيء. كان بيوت قديمه وبيوت شرك، حمامات شرك، نستنى دي لما تطلع، نستنى دي لما تطلع، مفيش مجاري. فكان في امراض طبعا، الفيروس البتاع دوت، الخنصر، البلطجيه، كانوا بيجوا يخشوا علينا، وكانوا بيجوا بالسكاكين وضرب نار وكده. احنا اول ما عرفنا ان المنطقه هتتطور بقينا فرحانين ان احنا هنمشي من المنطقه، ربنا هيفرجها علينا ونشم الهوا. لما كناش عايشين، ميتين وحيين. قالوا لنا تعالوا انزلوا ما عدا العفش، تعالوا بشنطه هدومكم وتعالوا بمواعينكم. دلوقتي انا بصي بقى عندنا سراير، اوضه نوم واوضه اطفال. دلوقتي العيل بينام من هنا اهوت، بنبقى مطمئنين، ولا في رمل نازله علينا ولا تعبين ولا اعارب. احنا ما كناش عايشين، دلوقتي احنا عايشين، بنحمد ربنا على العيشه اللي احنا كنا عايشينها. احنا كنا قاعدين في تل اعارب، ما عندناش ميه ولا عندنا نور، كانوا بيسرقوا لنا النور من الناس، وندفع الايجار قد كده. كنا بنشيل الميه على دماغتنا، ما كانش عندنا ميه، وكنا بننزل الشارع نغسل في الشارع ونطلق الميه في قلب الشارع، نعمل ايه؟ ما احنا ما عندناش مجاري. وعندنا الدش اهو، العيال بتستحمى فيه والميه نازله ايه، الحمد لله. وكنا عندنا قاعده بنقعد في قلب الفرنش، دلوقتي عندنا قاعده بنقعد عليها. بقى عندنا غساله بنغسل فيها، كان الاول الواحد بيحط التيشيرت ويقعد يغسل على ايده. الحمد لله، رضا من عند ربنا، بقينا احسن من الاول.